الدواء الثاني مثلا ناخذ الابنفرين او الادرينالين. خلاص الابنفرين هنا طبعا قبل شيء جربنا على اللفت في السلاين، خلاص ما عاد ينفع تجرب عليها، فتجرب على الرايت الحين اللي هي هنا، جرب على الرايت طبعا هتلاقي زاد صار مدري ايش. حتاخذ هذا اهم شيء، لازم بعد كل تجربه تحسب كم بعد كل دواء، وتحسب كم هيطلع عندك، تحسب كل خط بملي، 1 2 3 4 5 6 7، هنا بيبقى في خط ما حسبناه تحت هنا 8، يعني 8 تقريبا. خلاص كالعادة بعد ما جاء شفنا صار مدرياسس، نشوف التورش ريفلكس او اللايت ريفلكس، صار كونستريكشن يعني صار نورمال لايت ريفلكس. هنجي عند الكورنير ريفلكس، بريزنت نورمال. خلاص واهم شيء هو الانتراكرينيال بريشر هنا، شوف نقص واضح في الابنفرين، يعني صار له